أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا هنا قاعدة البيانات تحتوي على جدولين لنقوم بالعلاقة بين تلك الجدولين، وفي هذا المثال سوف نقدم عن شهادة عائلية التي تستخدم في البلدية. لدينا أولا تيبل A، سميته تابل A، نعطيه الحقول، الحقول التي تحتوي على الاسم واللقب وكذا على الشخص بحد ذاته، وتابل ثاني، تيبل ثاني يعني تاب 2 سميته تاب 2، نعطيه الحقول للأطفال للأبناء يعني التابع للشخص، والمعلومات التي تحتوي على الطفل يعني مكان ميلاد وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد والاسم واللقب وبعض الملاحظات. هذان الجدولين، الجدول الأول والجدول الثاني. لنقوم بين العلاقة بين الجدول الأول والجدول الثاني نذهب إلى أدوات قاعدة البيانات ونذهب إلى علاقات، هنا نضغط على علاقات، نختار يعني على الأقل يكون هناك حقل مشترك، يعني هنا لدينا المفتاح يكون مشترك مع الحقل الثاني، نفس الاسم، نفس الحقل الاسم، نربطه به، نضغط هنا ونبقى ضاغط هنا ونذهب به إلى الحقل هذا، هذا الحقل الذي سميته آن ونميرو يعني آن. هذا لقد ربطت بين الجدولين. في هذه العملية نقوم بها في الأقصص. عندما نقوم بهذه العملية نحفظ الملف كما هو ونقلقه. هذا ما لدينا في عملية قاعدة البيانات أو استخدام قاعدة البيانات في الأقصص. نفتح الدالفي هنا ونذهب نفتح صفحة جديدة أو برنامج جديد. في هذا البرنامج فضلت أن استعمل باش كنترول التي تحتوي يعني أضع صفحتين في واجهة واحدة. نضع باش كنترول، نبحث عن باش كنترول، لدي باش كنترول، نضعه هنا، تأتي بهذا الشكل، نضغط عليها ونذهب إلى الخاصية علين، سوف نعطيها كليو هنا، هذه نعطيها كليو، سوف تأتيني على شكل كامل الصفحة، عند التنفيذ تكون على كامل الصفحة. هنا في هذا باش كنترول نضغط بزر اليمين على الفأرة ونختار نو باج يعني صفحة جديدة، تأتي بهذا الشكل. كذلك نختار صفحة ثانية باج جديدة نو باج، هكذا تكون لدي صفحتين هنا، الصفحة الأولى والصفحة الثانية. نستطيع أن نغير الاسم اسمها من هنا عندما نضغط على الصفحة الأولى هكذا، وعندما نضغط على الثانية هكذا، وإذا ضغطت عليها كاملة هي سوف تأتي على الباش كنترول، الخاصية على باش كنترول. أولا نضغط على الصفحة الأولى ونعطيها أي اسم، مثلا إذا اخترت نغير الاسم هنا لن نسميها مثلا، سميها مثلا الصفحة الرئيسية، مثلا أكتبها بالعربية الرئيسية باختصار الكلمة، سميها الرئيسية، هي الصفحة الرئيسية. وهنا سوف أعطيها هنا، لا نضع الاسم هنا، هذا هو الخطأ الأول عندما نضغط على تلك هذه، فهي لقد ضغطت على باش كنترول كاملة. عندما نريد على الصفحة نضغط هنا تأتي الصفحة، هنا تأتي تاب شات أ هي التي الصفحة الأولى، في كابسيو هنا، الكابسيو هنا نكتب الرئيسية يعني نكتب الصفحة الرئيسية. نذهب إلى الصفحة الثانية كذلك، نضغط هنا في هذه الصفحة ونكتب الثانوية، الصفحة الثانوية أو التابعة لها، هكذا كمثال فقط لكي نعرف ما بين الصفحات، هذه الصفحة الأولى والصفحة الثانية، هكذا تكون لدينا صفحتين في واجهة واحدة. في واجهة واحدة عند التنفيذ هكذا ننفذ، نرى أن صفحتين في واجهة واحدة.
أولا نذهب نضع نضع أدو تايبل لكل منهما. أولا أدو تايبل، أولا أدو كونكسيون تابعة لهم كاملة. بعد أدو تايبل نحتاج اثنين، أدو تايبل الأول وأدو تايبل الثاني. وبعدها نعطيهم نحتاج داتا سورس داتا اكسس، هكذا نحتاج كذلك عنصرين داتا اكسس داتا سورس ا وداتا سورس اثنان. نربط الجدولين او نربط قاعدة البيانات بالله. نذهب الى ادو كونيكسيون نضغط عليها مرتين ونذهب الى قاعدة البيانات. اولا نذهب هنا، هذه الطريقة لقد تعودنا عليها من قبل. هنا نذهب الى المسار اين وضعت قاعدة البيانات، وضعتها في سطح المكتب، ها هي. اقول له هكذا واختبار الاتصال، يقول اختبار نجح اختبار الاتصال، اقول له موافق و اوكي. هنا لقد نجحت العملية. هنا نذهب الى هذه الخاصية نحذفها لكي لا تخرج الرقم السري مود باس. هنا لقد انتهينا من ادو كونيكسيون. نذهب الى ادو تيبل ا، ادو تيبل ا نعطيها كونيكسيون، نعطيها ادو كونيكسيون ونعطيها تيبل نايم هي الجدول الاول هذا، ونعطيه ترو. هكذا لقد ربطنا الجدول الاول. نذهب الى الجدول الثاني كذلك، نعطيه ادو كونيكسيون هكذا، ادو تيبل 2 تيبل 2 ونعطيه ترو كذلك. و داتا سورس ا نعطيها ادو تيبل ا، و داتا سورس 2 نعطيها داتا تيبل 2. هذه لقد رايناها في الدروس السابقه، ومن أراد أن يراجع الدروس يذهب إلى الفيديوهات السابقة يجد كيف نربط الجداول. هنا في الصفحة الرئيسية نعطيها ديبيجريد كمثال، نختار ديبيجريد لكي نعرف كيف تعمل، كيف ربط العلاقات بين جدولين. هذه ديبيجريد نعطيها الخاصية بوتو لتذهب الى الاسفل، وكذلك نذهب الى هذه نعطيها كذلك دبي جريت. في الصفحة الثانية نعطيها دبي جريت هكذا، نعطيها كذلك بوتون. نختار لكي نستطيع ان نضيف ونحذف وكذا، نضيف دبي نافيغاتور هي كمثال فقط، نافيغاتور هكذا، نعطيه الخاصية كذلك بوتون هكذا، نكبره قليلا. كذلك الصفحة الرئيسية كذلك نعطيه نافيغاتور، نعطيه الخاصية كذلك كيف نفس البوتون هكذا، نكبره قليلا. في هذه الحالة أولا في الصفحة الأولى نربط دبي جريد داتا سورس ا، نضيع للجدول الأول داتا سورس ا، ها هي أتت المعطيات نفس داتا المعطيات الجدول الأول. نذهب إلى داتا سورس ا كذلك، نذهب إلى الصفحة الثانية دبي جريد 2 نعطيها داتا سورس 2 الثانية للجدول الثاني، هذا الجدول الثاني كذلك نعطيها داتا سورس 2 داتا سورس 2 هكذا. لقد ربطنا الجدولين، ولكن كل جدول مستقل عن الآخر عند التنفيذ. هنا عند التنفيذ عندما نقول الصفحة الرئيسية يأتي الجدول الأول،
وعندما نقود الصفحة الثانوية يأتي الجدول الثاني. سوف نقوم ببعض الخصائص لكي تظهر جميع المعلومات على ديبي جريد. سوف نظهر بعض الخصائص التي درسناها من قبل. هنا عندما نضغط مثلا على الصفحة الرئيسية، نضغط مثلا هنا على الشخص الأول، مثلا هو رفيس محمد. من المفروض عندما نضغط على رفيس محمد، إن عندما نذهب إلى الصفحة الثانوية تعطي لي فقط أبناء التابعة لرفيس محمد، ولكن هنا أظهر لي جميع الأبناء وجميع كيف نربط أو نقوم بعملية الربط. سوف نقوم بهذه الطريقة. أولا نضع الخصائص ديبي جريد. أولا نضغط مرتين على ديبي جريد ونحددهم جميعا ونعطيهم الخاصية ويل، نعطيهم خاصية أقل. سوف أفعلها. ونعطيها خاصية 5 70. هكذا تظهر جميع المعلومات على دي بي جريد. نقوم كذلك للخاصية هاته، هكذا نضغط على شيفت وآخر الحقل تظهر، يعني تحدد جميع الحقول. هكذا ونعطيها الويل، نعطيها هنا 60 فقط. هكذا على الأقل ظهرت الأغلبية من الحقول. لقد أعطيت الخصائص للديبي جريد لكي تظهر جميع الحقول. تبقى خاصية واحدة فقط لكي تربط ما بين الجدولين بربط، يعني عندما أضغط على هذا الشخص الأول يعطي لي أبناؤه فقط في الصفحة الثانية، ويقوم بطباعته هو وطباعة أبنائه فقط. كيف يقوم ذلك؟ نضغط على add table 2 هاته، ونذهب إلى هذه الخاصية master source، نعطيه أنه يربط بداتا سورس A، يكون مربوط به بداتا سورس A. master filed في هذه master filed نربط ما بين الحقلين اللتان وضعت لهما علاقة في قاعدة البيانات، اللي هي الحقل ان نمر هذا الموجود في ديتاي فايلد وماستر فايلد. هنا نربطهم مع بعضهم، نقول له هكذا مع ان كما هكذا كما حددتها كما ترون هكذا، واقول له اديدي. سوف يظهر هنا، تظهر العلاقة هنا، هذه العلاقة لقد ربطت بين الحقلين، وأقول له أوكي. هكذا لقد ربطت بين الحقلين وربطت بين الجدولين. هكذا عندما ننفذ البرنامج سوف نرى النتيجة ليست مثل السابقة. هنا عندما نضغط على العنصر الأول، عندما نذهب الصفحة الثانوية يعطي لي فقط ابنه الوحيد، هذا هو الابن. عندما أضغط على الثاني هكذا، عندما أذهب إلى الثانوي أعطاني كذلك ابنه الآخر، هذا لديه ابن. مثلا نذهب إلى الثالث، هذا الثالث سوف نجد ليس له أولاد، وهكذا. عندما أقوم بعملية الإضافة، عندما أضيف شخص من هنا نضيف له الأولاد، يخرج لنا جميع الأولاد. سوف نقوم بمثال، مثلا إضافة، نقوم بعملية الإضافة. أنا هنا أضيف هذه، سوف تضيفها كذا، نعطيه مثلا أسمر، عفوا سوف أكتبها باللغة الفرنسية هكذا أسمر.
أسمر محمد كي تكون واضحة فقط. مثال هكذا، لا داعي أن نكتب لا دات نيسونس والمعلومات الأخرى، مهم أن نركز على هذا الاسم. أقول له حفظ، ها هو أسمر محمد. عندما أقول أسمر محمد نذهب إلى الصفحة الثانية وأضيف له الأبناء. الأبناء الأول نمر يبقى هكذا، هذا يضيفه لها مثلا أسمر، مثلا نقول له أسمر SM01 مثلا، وأقول له حفظ، وكذلك أضيف الثاني SM2 وأقول له حفظ، وأضيف ثالث ابن ثالث أسمر مثلا 3 وأقول له حفظ. يعني لديه 3 أبناء يعني مشترك في الرقم، هذا الرقم مشترك فيه. هذه العقول أستطيع أن أخفيها، لا تظهر هنا، لا داعي للظهر، ولكن هي للمبرمج فقط أن يستعملها لقاعدة البيانات. أما في الواجهة لا يظهرها، لا ليس من الضروري أن يظهر تلك الحقول المرقمة أو الترقيم أو المفتاح التي تابعة للحقول، يظهر المعلومات التي يريدها. سوف أخفيها مثلا من ديبجريد بعد هذا المثال. عندما نذهب نضغط مثلا هنا، قل له أعطني الأولاد، يقول له لا شيء، ولكن عندما أذهب إلى الولد أسمر، الشخص أسمر محمد، أذهب إلى الأبناء، ها هو يعطيني أبناؤه الثلاث، 3 أبناء هنا. مثلا أريد أن أخفي الكود، يعني الكود الأول والكود الثاني الحقلين هذين، نذهب مثلا فقط من هنا ديبجريد الأولى، نضغط عليها مرتين مثلا، نحذفهم من هنا من ديبجريد هكذا. ها ولقد اختفت من هنا. نذهب إلى الثانوي كذلك، نضغط عليها مرتين ونخفيهم كذلك، لا يظهران هكذا. ننفذ البرنامج، هكذا تظهر المعلومات التي أريدها فقط. هنا عندما أضغط مثلا أسمر هذا الذي جعلته سابقا، ها هو تظهر 3 أبناء، كل شخص له أبناء. وكذلك في الطباعة كذلك تظهر بنفس النتائج التي نراها هنا، نفس النتيجة. يعني عندما أطبع في مثالنا، في هذا المثال لدينا مثلا شهادة العائلية، لديها صفحتين. الصفحة الأولى تطبع الشخص هذا المعلومات، مثلا رفيس محمد، تطبع لك جميع معلوماته، تضعها على الصفحة، على النموذج الصفحة، يكون لها نموذج في الشهادة العائلية. وعندما الصفحة الثانية تقلب الصفحة الثانية، يضع الأبناء، كل واحد يضعه في موقعه حسب النموذج المستعمل. هذا مثال حبيت أظهر لكم كيف نربط العلاقة بين جدولين أو عدة جداول. فهذا مثال بسيط ما بين جدولين، وكذلك أن تستعملها على عدة جداول تربطها وبحقول مشتركة وتفعل بها كما تشاء. هذه المعلومة إن شاء الله أنها تفيدكم وتستعملها في ربط الجداول كثيرا. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه المعلومة، ولكم خالص تحياتي ومنكم الدعاء لنا بالاستمرارية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.